تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للممثلتين السوريتين منى واصف ونادين خوري وبتعود لسنوات طويلة مضت، وتبين أن الصورة جمعت الثنائي بفيلم قتل عن طريق التسلسل واللي عرض عام 1982 أي من 41 عام، وهو من إخراج المخرج السوري الراحل محمد شاهين زوج منى واصف واللي توفي عام 2004. ويشار إلى أن منى واصف ونادين خوري اجتمعوا بأعمال أخرى أبرز مسلسل قتل الربيع عام 2004 ومسلسل رجال العز عام 2011 ومسلسل ساعة صفر عام 2010، وكان آخر أعمال منى واصف مسلسل وأخيراً مع الممثلة نادين نسيب نجيم والممثل قصي خولي، بينما آخر أعمال نادين خوري كان مسلسل العربجة بطولة الممثل باسم يخور وسلم حداد ومسلسل مربى العز. كشفت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور أنه غيابها عن الأعمال الفنية بمصر منه مقصود، ولكن الأمر بيعود لأسباب عديدة ومنها أنه أصبح عند عائلة وظروف جائحة كورونا والأزمات العربية اللي حدثت بالسنوات القليلة الماضية والأوضاع الصعبة بلبنان، لكنها هلأ بصدد التحضير والعودة مجدداً إلى الساحة المصرية بدءاً من أغنية جديدة لألا رح تكشف عن تفاصيلها بعدين. وحول ما إذا كانت ترد الإساءة بمثلها، أكدت النجمة اللبنانية: ما بعرف، مش انه بدي وبعرف انه رد الاساءة، ولكن عندي صبر وهيدا بحبه بشخصيتي انه بصبر على الاخر. واوضحت انه تجاهل الاساءة يعتبر تعاليا وليس تنازلا طالما انه هيدي الاساءة ما بتأثر على المستوى العائلي والمهني. واختتمت حديثها بانه هي ما بتندم على اي خطوة لانها بتفكر قبل اتخاذها باي قرار، ولفتت الى انه التوازن بين الامومة والغناء والتمثيل صعب كتير. كما كشفت أن ولادها تاليا وكريستيانو عندهم موهبة بالتمثيل معلقة. كريستيانو بيتجه للكوميدي أكثر، أما تاليا للدراما والرعب. يواصل الفنان اللبناني آدم حصد نجاحات أغنيته الأخيرة واللي حملت اسم بس بحبك بعد ما طرحها الأسبوع الماضي عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وحققت الأغنية لهلأ 2.5 مليون مشاهدة، كما أنه رح تستمر بصدارة ترند الأغنيات عبر المنصة لليوم السابع على التوالي، متفوقة على الشامي بأغنية بفتيكي بعد ما استمرت الأخيرة لأسبوع أيضا بالصدارة ب 6.5 مليون مشاهدة فقط. والأغنية من كلمات وألحان رامي الشافعي، توزيع موسيقي لعمر الصباغ، والفيديو كليب من إخراج فادي حداد.